استضافت أبرشية زحل المارونية لقاء المعايد الميلادي للإكليروس في زحل والبقاع. شارك فيه كل من راعي الأبرشية المارونية المطران جوزيف معوض، رئيس أساقفة الفرزل وزحل والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، راعي أبرشية زحل للسريان الأرثوذكس المطران بولس صفر، راعي أبرشية زحل وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت أنطونيوس الصوري، وعدد كبير من الكهنة والرهبان والراهبات والشمامسة والإكليريكيين من زحل والبقاع. خلال اللقاء تليت العديد من الكلمات التي تناولت واقع لبنان الراهن، مشددة في مضامينها على الدعوة إلى الوحدة والتعاضد في خدمة المسيح والإنسان المتألم. بعيدكم جميعا بهذا العيد، ونحن وعم نصلي تربنا يعطينا ويعطي لوطننا أيام فيها سلام وفيها فرح داخلي وخارجي. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام. الارتباط بين مجد الله وبين السلام كتير مهم. إذا كان في ألم في فرح، ونحن اليوم بهالوقت بهالسنة كمان ميلادنا الحقيقة مغروس بألم وبفرح. هيدا زمننا، فإن شاء الله نكون قادرين لنعطي الصورة الحلوة عن يسوع وندخل الفرح لقلب كل حدا ضمن أكيد ضمن قدرتنا. ما فينا إلا ما نجدد إيماننا واتكالنا على الرب. أنا يعني بدي ضم صوتي لأصحاب السيادة بكل شيء قالوا، ولكن بدنا نقول إنه نحن في الكنيسة نحن أبناء الرجاء مثل ما حكيوا السيدة الأساقفة، والرجاء لا يخزى ولا يخزي، مثل ما بيقول بولس الرسول الشدة تنشئ صبرا والصبر رجاء، والرجاء هو أكيد بده يتحقق لأنه إلهنا هو إله أمين وصادق. هذا وقد تخلل اللقاء صلوات وترانيم ميلادية.